في توتة ليه مدهاني مغلباني مش عارفة مين فينا بيربي التاني، بس بصراحة سك بتعمل حاجات مش متوقعة. هي بتحب الطبخ، تخيلوا بقى ممكن نعمل ايه. دي عزة مامتي مجنناني، ما بتسمعش كلامي، ما باجي اعمل اكل معاها. اصل المطبخ ده لعبتي، شوفونا في المطبخ واحكم. برنامجنا أنا وماما. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا أنا وماما، والنهاردة نعمل مع بعض لحمة بالبصل القورمة. وتوتا تعملنا إيه؟ أنا أعمل لكم آيس كريم بالأوريو. حلو قوي. وهنعمل مع بعض رز بالتوابل، وتعالوا مع بعض نشوف هنعمل إيه. يلا بينا. يلا يا توتا. هنحط الزبدة. هنحط الزبدة كده. ماما أنت بتحطي وأنا هقول المكونات. هنقول المكونات، بس هنحط الزبده تسخن في الطاسه. هنحط الزبده تسخن وتغلي، تغلي كده. هنحط الزيت. المكونات بتاعتنا ايه؟ لحمه، بصل قورمة، صوص دمجلاس، جزر، روزماري، زبده، طماطم، ثوم، ورق لوري، حبهان، وقرفه، وقرنفل، وبصل بودر، وفلفل حامي، ورق ومكعب ماجي، ومستكة، وملح، ورشة سكر، ومعانا جنزبيل اللي هو الأعشاب مش اللي هو المطحون، وبابريكا، وفلفل اسود. كده هننزل اللحمة دلوقتي نشوحها مع بعض. ماما. نعم. خلي بالك تتقطش عليك. لا ما تخافيش يا حبيبي. طب يا توتا انا هعمل الرز واحنا بنعمل مع بعض اللحمه. تمام. حطيت صوص الدمجلاس. دمجلاس. صوص الدمجلاس يا توتا ده بيدي طعم حلو قوي، بيتباع في السوبر ماركت، وهو صوص لحمه. يعني لو مش عارفه تقولي صوص دمجلاس او مش عارفه توصلي الاسم بتاعه، هو صوص لحمه. قولي من السوبر ماركت. انا بالنسبه لي صوص الدمجلاس بيخلي بالك يتطش عليا. لا ما تخافيش، احنا هنحط الرز بتاعنا. رز جميل زيك يا بابا. حبيبتي يا توتا هنشوح الرز كده. هعمل ايه بقى مع الرز هنا؟ هحط عود القرفه ده. عود القرفه. وهنحط حبهان. لسه شم القرفه. وهنحط القرنفل. هي حلوه قوي قوي، هيعملوا ريحه للرز طعم حلو قوي. هنحط ايه تاني يا توته؟ ممكن نحط بصل بودر. هنجيب معلقه وهنحط معلقتين صوص دمجلاس في المرحله دي. دمجلاس بس كده. ونشوحهم كده مع اللحمه كده. اللحمه بتلزق. عارفه عشان لسه اهو كده، اديها تشويحه كده. الله ريحه حلوه قوي قوي. هي ريحه الصوص الدمجلاس تحفه. بصي يا توتا ريحه بدات تطلع ازاي. تمام. طيب احنا شوحنا هنا برضو الرز. هنحط عليه الميه. تمام يا بابا. ورشه الملح بتاعتنا. تمام يا بابا. ده ريحه بعد اكتر. ريحه تحفه. حط الملح، نقلبه كويس كده. اللي احنا حطيناه ده يا توتا خلاص على الرز. صوص الدجاج. تمام. هننزل بالبصل القورمة بتاعنا. كل ده بصل. وهننزل بالجزر. كل ده جزر. بقيت المكونات بتاعتنا وهنشوح. احنا مطلوب ان الاكله دي تبقى متشوحه كويس قوي مع بعضها،
وتحسي ان كل حاجه ايه اللحمه فيها فيها لسعه كده يعني متحمره كويس. طبعا احنا بننزل اللحمه الاول عشان اللحمه بتاخد سوى عن الخضار الباقي البصل يعني والجزر، فبنشوحها هي كويس قوي الاول، وبعد كده بننزل البصل والجزر ياخدوا لسعه معاها كده، ياخدوا تشويحه. هنحط الورق الجوري، وهنحط عودين روزماري، وهنحط القرنفل بتاعنا والحبهان، هقول لكم معلومه، انتوا عارفين ان اكليل الجبل ده هو روزماري لما ينشف كده، ده هو ده، بس ده بيبقى ناشف، ده بيبقى فريش طري. هنحط فصين ثوم كده، انا ممكن الم بقى الحاجات دي خلاص كده، طب ايه فايده كده بنقعد نشوح فيها كده مع التوابل. ماما ايه فايده الاكله دي؟ لا ليها فوائد كتير يا توته، فيها خضار وفيها لحمه بروتين، بصراحه فيها بصل. قولي لنا فيها المستكه، فيها مستكه اللي بتعمل تك 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 بتعمل تك تك تك. شم يا توته ريحه بقى. اهو انا شفت واحده طحفة. انا شفت واحده لازقه في المستكه. لا ريحه الروزميري يا توته تحفه. حط البابريكا، بابريكا مش كتير، مش هتقدروا تقاوموا لحد الفطار وانتوا بتعملوها كده. تمام. هنحط الجنزبيل، جنزبيل بس كده، ما نحطش كتير يعني، رشات كده خفيفه. هنحط بايدك مكعب المرق، ندوبه كده. يا بابا انتي روحتي فين يا توته؟ قفل عليك على طول. طب يا توته كده حلو قوي. انا احط رشه سكر، سكر عشان تخليها مسكره، حبه الفلفل الاسود بتوعي. طب ده زي ما اقول بقى. طبعا انتوا اتعودتوا معايا ان رشه السكر دي بتدي تسكيره للاكل، واغلب اكلات اللي انا بعملها بحط فيها رشه السكر دي. اكيد في ناس عارفه وفي ناس لا. ما احنا بنقول تاني اهو، يا تاني يا توته. حط بقى شويه ميه كده تعرفي، وانا يا توته بقول المعلومه تاني عشان اللي مش عارف المعلومه دي يعرفها، اللي ما سمعناش بنقولها تاني يعرفها بقى ان احنا بنقولها له. احلى احلى برنامج في مصر هو برنامج انا وماما، على كل البرنامج مش زينا، احنا بنعمل تك 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 في حاجات كده، انا وانت بنعمل نفكر مع بعض. فاكره مش قوي كده يا توته، احنا لسه بنبدا يا توته. لا احنا بدانا من بدري. لا احنا ما بداناش من بدري، احنا لسه بادئين اهو يا توته. بصي يا توته بتلخبطيني ازاي يا توته. الملح بتاعي بس كده. في معلومه بقى عايزه اقولها لكم مهمه قوي، احنا حاطين هنا مكعب مرق، وحاطين صوص الدمجلاس، وحطينا ملح، وحطينا جزر. لا نخلي بالنا بقى من ايه يا توته؟ لا ما حطيناش صوص الدمجلاس ملح. بيبقى فيه ملح والماجي بتاعنا بيبقى فيه ملح، فلما نيجي نحط الملح نبقى خلين بالنا ان احنا ما نحطش كميه كبيره عشان ما الاقيش الاكل مننا راح في حته تانية خالص ويبقى ما يتاكلش. ينفع اقول حاجه؟ اتفضلي. احنا انت برضو حطيتي ملح على سكر فبيبقى مملح تاني يا توته. ايه نخلي بالنا ان لما نيجي نحط الصوص الدمجلاس والمرق اللي هو المكعب المرق والملح، بيبقى مخليين بالنا ان صوص الدمجلاس بيدي بيدي ملح للاكله، ولو حطينا مكعب المرق فده هيدي برضو ملح للاكله، فنراعي كميات الملح اللي احنا بنحطها. احنا حطينا كده ثلاث مراحل، فنحط بنسب مظبوطه عشان ما الاقيش الاكله بتاعتنا راحت في حته تانية وبقت حادقه خالص وما ينفعش ناكلها، نبقى احنا واقفين شامين ريحتها ومش قادرين نمسك نفسنا من كتر الجوع واحنا صايمين، واقفين تعبانين على الاكله وفي الاخر خالص تبوظ مننا. صح يا توته؟ صح كده تمام. بص على الرز لسه
هلم حاجتي كده، نظف حوالينا اول باول. ايه رايك يا توتا؟ هي اكل سريع. وثواني يا ماما، نسينا اهم معلومه. اللي هي ايه؟ ولادكم جايين من المدرسه، ممكن تعملها لهم لو انت لو عشان بسرعه كمان. انا ما برجع من المدرسه بقول ماما انا جعانه قوي يا ماما اعملي لي اي اكله، بتقولي هعمل لك سلنك. بس احنا يا توتا في رمضان وبنعمل حاجات على الفطار، دي بنعملها براحتنا بقى، بتبقى احنا جايين وصحيين ومفيش اي حاجه وقاعدين فايقين كده انا وانتي. فتنامي يا توتا. هتنامي مني يا توتا، فهمتي يا توتا؟ ده اكل رمضان بقى، يعني ده حاجه مختلفه، صح؟ صح صح يا توتا. اما انت اكلتك فاضل لها كام ساعه؟ احنا عايزين بقى يا توتا نعرف الناس بيحبوا ايه واحنا نحضره لهم ونعمله لهم. اكتبوا لنا على الصفحه، اكتبوا لنا على الصفحه بتاعتنا او صفحتي او صفحه ماما، ممكن تشوفوها وتعجبكم ان شاء الله. كل شغلنا يعجبكم، ولو ما فيش حلقات عجبتكم يا رب تعجبكم يا رب. طيب انا هحط الحاجات دي معانا في الطاجن، نشوف مع بعض كده عشان ندخلها الفرن. تاك تاك تاك. بص الصوص بقى عامل ازاي، ده كل السبب بقى ان الصوص ده اتعمل معايا، صوص الدمجلاس اللي احنا حطيناه. الصينية اساسا اتشربت منه. بس كده نسويها كده. انا هاخد الكام طماطمايه دول احطهم كده. حد هيقول لي طب انت ما حطيتهمش ليه في الاول؟ عشان يستوي معاهم. ايوه ويخشوا فين فياكلوا بعض فيولع كده في بعض. لا 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 يا توتا خلاص بقى، انت كده هتيجي تشتغلي مكاني يا توتا، انت بقيتي استاذه. انا حطيت الطماطم في المرحله دي عشان الطماطم ما بتاخدش وقت، وهدي شكل بيها ولون للطاجن بتاعي، وفي نفس الوقت هتستوي نفس السوى بتاع الطاجن. تمام كده، هنطلع مع بعض فاصل صغير وهنرجع لكم تاني نكون حطينا الطاجن بتاعنا في الفرن ونشوف توتا هتعمل لنا ايه. استنونا. ورجعنا من فاصل مع بعض وهنبدا في اكل التوته. احنا دخلنا مع بعض الطاجن بتاعنا بتاع اللحمه وعملنا الرز ووطينا عليه، هنبدا في اكل التوته. تعالى نشوف مع بعض التوته هتعمل لنا ايه النهارده. انا بقى طلعت الايس كريم من الفريزر. هتحطي ايه الاول يا توته بقى وريني؟ هحط الاوريو. تمام. انا عايزه اسيب اثنين. اشمعنى اثنين؟ عشان نزوق بيه. ما احنا مقطعين اهو هنزوق بيه، حطيهم كلهم عشان يدي لون حلو. صح كده؟ سيب واحدة. طيب هتسيب واحدة جاية تاكل. تمام. أساعدك في اللبن؟ اه. طب ثواني كده يا توتا. شطورة يا توتا. تحطي إيه تاني يا توتا؟ العسل. الله. انا عايزه اللي عنده قوي ولاد. يا توتا المشروب ده انا عنده اللي عنده ولاد، اللي عنده ولاد غضبانين. ايوه يعني خليهم يعملوا الايس كريم ده. اه حلو، يعني اللي عنده اولاد صغيرين يعملوا المشروب ده، صح يا توتا؟ طبعا يا توتا العسل مفيد جدا مع اللبن، صح واحنا عارفين ده. اه طبعا. كفايه يا توتا كفايه، خلاص يا حبيبتي. انا بفتلي شطره يا توتا، برافو عليكي. انا هشيل لك البسكوتيه دي وراها هنا. ماشي ماشي. يلا حط نص الحلويات. هنحط نص ايه؟ قولي تاني كده وضحي لي. اه العين الجمع. حطينا ايه معانا؟ ايوه حطينا ال لا حطينا اللبن. أوه. حطينا العسل. حطينا أيوة. الاوريو. حطينا الكسرات. حطينا لسه ما حطيناش حاجه. طب يلا المفروض تضربي كده خلاص. اه خلاص تمام. الله بس خلاص. بتقولي ايه؟ بقول الله لونه حلو قوي. صح يا توتا؟ تمام تمام. يلا يا ماما
بقت أستاذة وبتتعلم بسرعة في كل حاجة. بصوا في لبن كمان. أيوه. فعمل ريحة معانا. على مهلك يا توتة. خفيش. أنا غريقة. بس كده. على قد الكوباية أساسا. تمام. تسلم إيدك يا توتة. تسلمك. تسلمي. ينفع بقى بتاعت الآيس كريم؟ هتحطي إيه تاني يا توتة؟ هتعملي إيه تاني بقى؟ حط عليه الآيس كريم. ايوه ومكسرات. مش عايزه كده معلقه تحطي عليه الايس كريم. اتفضلي يا توته معلقه اهي. بس انا احب احط واحده تحت. لا انت ما تحطيش انت على الوش. لا بصي يا توته حطي الايس كريم وتحطي عليه الحليب. صح؟ صح على الوش بس يا توته بالراحه. بس كده. بس كده يا توته. بس 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 عشان ما تنزلش تحت. حطي بقى عليها الحاجات الحلوه دي. لا بلاش دول. ليه؟ سيبيني بقى. سيبيني ابدع بقى. لا توتا ما اصبري يا توتا. بصي. ايوه. بس كده. انا الوحيد ده اللي كفايه بقى كده. كفايه. تحفه. حلو قوي. مش باين الايس كريم. على فكره شكله حلو قوي. ده زي اللي بنشربه في الكافيهات بالظبط. حلو جدا. بالظبط. شطوره يا توتا. يلا بينا بقى عشان نطلع الاكل مع بعض. يلا بينا بالهنا والشفا عليكم وعلى شوفي الطاجن على الاوريو. الطاجن بتاعنا خلاص اهو. بص على الرز. الله الله يا توتة على ريحه الرز. استنوني هجيب حاجه وغير. شم يا توتة ريحه الرز. طبعا شم. حلوه قوي. طيب هو فاضل عليه حاجات بسيطه قوي. تلالا بنخرج فاصل صغير خالص. رجعنا لكم الفاصل وخلصنا اكلتك وماما هتطلع بتعمل فل طاجن من الفرن. فرن شكل ماما مش طايقاني النهارده. لا يا روحي ده انا بحبك. طب انت عملتي لي حاجه النهارده يا توتا؟ ده انت ملاك 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 في الدنيا. الطاجن بتاعنا بالشكل ده من الفرن اهو. دايما انتوا شايفين زي ما انتوا شايفين الطماطم حاصل فيها ايه. استوت. حلو ماما هموت. ده لون الطاجن حلو قوي. هموت وافهم الجزر راح فين. بعد الشر عليك يا حبيبتي. موتي ليه يا روحي؟ ما قلتش هموت. بتقولي لي هموت وافهم. هموت وافهم. هنرجع في الرز مع بعض كده. لما يا شايفين الجزر الرز الفلفل ازاي؟ شفتي تشكر في اكلتي حبيبتي يا توتة. ربنا يخليكي. طب احنا ليه ورا الكادر ما بنعملش كده؟ عشان احنا بنحب بعض بزياده يا توتة. بزياده يا ريت. يا ريت. هنجري في الرز كده مع بعض. ماما عايزه تشيلني النهارده كده. نهارا شوف عليك. بس يا توتة انا عايزه ادور على حاجه بتحطها كده يا توتة على الرز ونسوق بيها الرز. لا انا اللي هدور يا توتة. ثواني مش انت يا توتة. ثواني يا قطتي. بصي يا توتة ممكن نجيب توتة بتبحث معايا في المطبخ بنعكش. انا حبيت احط لي. لا ده ايه ده؟ ده الرز ميري؟ ماشي يعني هنعتبرها شجره حبنا انا وتوتة. ممكن نحط فلفل كده يا توتة حامي عشان ندي منظر ليه بس كده. يبقى في احمر هنا واحمر هنا. دي اللي مخترعاها ودي ماما اللي مخترعاها. والرز ماما ودول. ايه رايك يا توته كده؟ حلو قوي. والهنا والشفا عليكي. حلو يا توته. والهنا والشفا عليكي. كده يبقى عملنا مع بعض بص لا ثواني ببصل القوارمة. ثواني دي وجبه. والله دي وجبه. تمام. كله وجبه متكامله. شفت كل العناصر الغذائيه موجوده ازاي معانا النهارده؟ عملنا مع بعض طاجن اللحمه بالبصل القوارمة وعملنا الرز المبهر بالتوابل بتاعتنا وعملنا المشروب بتاع توتة اللي هو بالقرن. نشوفكم في حلقة جديدة وباي باي باي.